السلام عليكم البنات، معكم بسمة شانيل. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين واموركم بخير. المهم جيت معكم بوصفة جديدة طبيعية، يعني متوفرة في اي بيت، يعني ما تعكزوا ما تجي حاجة، تلقاو كلشي. انا عندي لكم ماسك تاع اللي عندكم متوفر في الدار. المهم كنحتاجوا في هذا الماسك الطبيعي للوجه، كنحتاجوا ياغورت طبيعي بدون سكر، والكركم هو الخرقوم بلدي، يعني كديه في الوجه ديالك كيعطي واحد النضاره مزيونه. يعني انا نحط لكم الماسكات اللي جربتهم انا شخصيا. المهم كتزي القياس اللي تحتاجيه لوجهك من الكركم، كتخلطيه مع الياغورت، يعني حتى كينسجموا مزيان مع بعضياتو. المهم تقيولو بهاد الطريقة هكايا، مكيبقاش يبان البياض ديال دانون. وكديري في وجهك كتخليه واحد 20 ثانية هكا 10 دقايق. المهم كتحسي بوجهك يعني كيجبدو، يعني كيعطي واحد الإشراقة مزيونة للبشرة. يعني أنا جربتو وعطا المفعول ديالو. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وكنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم متقيلاش عليكم. وشكرا بزاف، وتسناو فيديو جديد ان شاء الله. الماسكات للشعر، يعني اي حاجه بغيتوها انا راه نشارككم ان شاء الله. ديروا لي جيم.